مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: هل اختفاء ألم الدورة الشهرية دليل على حدوث الحمل؟ تتساءل الكثير من السيدات حول إمكانية حدوث الحمل مع عدم شعور بألم الدورة الشهرية، ومن خلال العديد من التجارب ثبت أنه قد يحدث ذلك حتى لو لم يكن ذلك الحمل ظاهرا في الشهور الأولى. أو قد يكون اختفاء ألم الدورة الشهرية دليل على حدوث اضطرابات في مستويات الهرمونات كالاضطرابات في الغدة الدرقية أو مشكلة تكيس المبايض، والتي تعد الأكثر شيوعاً في تأثيرها على الدورة الشهرية، إما في انتظام مواعيدها أو اختفاء الألم. واحتمالية حدوث الحمل قد تكون السبب الرئيسي وراء اختفاء ألم الدورة الشهرية، فخلال مرحلة التبويض ستشعرين بأعراض اقتراب الدورة الشهرية ليثبت الحمل، وبالتالي تختفي هذه الأعراض مع موعد الدورة. ولا ننسى أن الأعراض السابقة للدورة الشهرية قد تختلف بين شهر وآخر، وذلك نتيجة لعدد من العوامل، بالإضافة إلى أن المغص الخفيف قد يكون ناجماً عن بعض الغازات في البطن. لذلك عليك في الفترة الحالية الانتظار حتى يحين موعد الدورة الشهرية المعتاد، وفي حال عدم نزول الدورة الشهرية يمكن الانتظار عدة أيام وإجراء تحليل الحمل المنزلي. ففي حال ظهور نتيجة إيجابية عليك مراجعة الطبيب لمتابعة الحمل والتأكد من سلامته. أما في حال ظهور نتيجة سلبية لا يستدعي القلق أيضا، ففي الغالب قد يكون تأخرها بين حين والآخر نتيجة أسباب بسيطة غير مرضية كالإصابة باضطرابات في الهرمونات. فسوف يعطيك الطبيب بعض الأدوية المناسبة لك لتنظيم مستويات الهرمونات في جسمك، وبحسب العديد من الدراسات يعتبر هذا الأمر طبيعيا، وهذا لأن جسم كل امرأة يختلف عن الأخرى. وعلى الرغم من أن هناك فئة من النساء يأخذن مسكنات لتخفيف أوجاع الدورة، إلا أن هناك فئة أخرى لا تشعر بهذه الأوجاع على الإطلاق. وإجمالا لا تعتبر هذه الحالة مقلقة، بل على العكس، فإن زيادة أوجاع الدورة الشهرية قد تشير إلى المعاناة من مشكلة صحية معينة.